لم 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 قالت أم بندر احتجت وزعلت وما عجبها الوضع. يا هي مشكلة. لا تقول مشكلة ولا تشيل هم، هذه طباية أم بندر مو عاجبها العجب. الله يصلح الحال. إلا أقول يا أبو بندر، الحقيقة أنك يعني أكرمتنا وحشمتنا وحنا ثقلنا عليك، فقول يعني لما أخذه يعني ودي يعني ودي تشوف لنا بويت أشتاجره وأقعد فيه كم هالسنة اللي بقعد فيها في الرياض. ليه مستعجل؟ ريلاكس شوف، ريلاكس هاتي، ليه تطلع؟ أنتم منورين البيت. بهله منور بهله، الله لا يشفعك. فلكن تخبر يعني مشاكل الحريم يعني ما يتفقون أبد أبد، فيعني أنا أقوله خلنا نطلع ونفلح من هالبيت قبل ما تدب المشاكل وتقبع حروب ما نقدر عليها. يصير خير، يصير خير يا أبو ناصر. زينة، وش سويت أنت مع بندر؟ ما سويت شيء، وله الحين أنا قاعد أفكر في الموضوع وماني قادر أوصل لحل. الحقيقة يعني أنا رايي أقول خل الولد على راحته بكيفه. انت شايف كذا يا ابو ناصر؟ اجل وش بتسوي يا ابو بندر؟ ها؟ بتغصب ولدك انه يخلي شيء نفسه فيه؟ انت يا ابو بندر، انت تذكر ليش تركت الديره؟ علشان ابوي كان يبيني اشتغل عند عمي ابو صالح. ها، وتبي تكرر غلطتك مع ولدك بندر؟ هي يا ابو ناصر ميكانيكي. يا ابن الحلال يا ابن الحلال، ما هو بعيب الشغل، ما هو بعيب. الولد شاري هالورشه عشان انه يحقق نفسه، يحقق ذاته. فارجوك يا ابو بندر، ارجوك لا تقف حائل بينه وبين امله ومستقبله. يا ابو ناصر، لكن انت تعرف يعني. يا ابو بندر اسمعني الصراحه تجينا وبقول هالك في وجهك كاش، انت تارك ولدك، تاركه يروح ويجي ويغدي وينزل ويطلع وانت ما تدري وين يروح فين يجي. ها، ولولا الله هو، وانا يوم قلت لكم خلنا نركض وراه، ندبك وراه، نشوف فين يروح فين يجي فين يعشعش، ولا كان الى الحينه والى بكره بعد ما تدري فين يروح فين يجي.
شوف يا أبو بندر، أنت غلط من البداية، فلازم تتحمل نتيجة هذا الخطأ. وقول الحمد لله يا رجال، قول الحمد لله. الحمد لله. قول الحمد لله أنها لها نفسه في شيء ينفعه وينفع ناسه وبلده وربعه. ما أدري يا أبو ناصر، ما أدري. ما كنت أتخيل الجامعة بهالكبر. تصدقين يا سارة، تحسفت أني ما سجلت علم نفس. طيب ليه ما سجلتي من ضمن الرغبات؟ كان قدامك 4 رغبات. أنا ما فكرت إلا في الأقسام السهلة. الجامعة ما فيها شيء سهل. بس في شيء أسهل من شيء. إلا ما قلتي لي يا سارة، وش كتبتي رغبتك؟ أدب إنجليزي. أدب إنجليزي؟ ليه؟ هو أنت شاطرة في الإنجليزي؟ يعني أنا شاطرة في مادة الإنجليزي، ودائما أجيب فيها أعلى النمر. وأنت يا نورة، وش قلتي لي كتبتي رغبتك؟ جغرافيا يما. جغرافيا؟ وليه طيب؟ يقولون وايد سهلة. بس؟ هذا هو السبب؟ بالنسبة لي سبب كافي ومقنع. يعني أنت ما كنت تحبين الجغرافيا في الثانوية؟ خوش طموح. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. تسلم يدك يا خالتي على الغداء. عجبكم؟ يجنن. ألذ أكل أكلته في حياتي. بلاش مبالغة، وبعدين بطلي هالطريقة الهبلة. بلاش ما ذقتي يا مبندر. أسوي رجيم يا مناصر. وشو؟ وشو وجعك؟ خالتي قصدها إنها ما تحب الدسم عشان ما تسمن. وش في جسمك؟ إش حلو؟ عجل شو أقول أنا؟ أقول مبندر، ما دام إن أكلي عجب عيالك، إيش رأيك أعلمك الطبخ بهالكم يوم اللي أنا جالستهم معك؟ ما في أحسن من الحرمة اللي تطبخ لعيالها. مين اللي قال لك أصلاً إني ما أعرف أطبخ؟ ما حد. أنا اكتشفت هذا بنفسي. المسألة ما هي محتاجة لنباهة. نورة تعالي نروح المطبخ ونسوي شاهي. يلا حطي فيه نعنع. إن شاء الله. إلا قولي لي يا مبندر، أنت تعرفين تصلحين الشاهي؟ اسمعي يا مناصر، أنا ما أسمح لك تتجاوزين حدودك معي. أنت ليه ما تحكي حكي أفهمه؟ قولي لي بالعربي حتى أعرف أرد عليك. جهزت لكم شاهي معتبر. عادي والله جه بوقته. حطي الشاهي المعتبر الله يستر عليك وصبي. نورة ليه ما تسوين زي سارة بنت عمك؟ أسوي إيش يبا؟ أنا عمري ما شفتي سويتي شيء من يدك. أنا ودي أنك تسوين شاهي من يدك الحلوة هذه. يبا الخدمات مالي البيت، أي وقت تطلب شاهي تجيب أي واحدة منهم. إيه بس الشاهي من يدك طعمه مختلف. يتهيأ لك الطعم واحد، بلاش تكذب علي وعلى نفسك. بس يا بنتي أبوش وده يذوق منفعتي. الوالد تسعده شوفت عياله وهم يخدمونه. أجل وشو للخدم؟ الخدم علشان يساعدونه ويعاونونه للبيت. الله لا يسمحش. يعني ما نترك عليهم كل شيء. أحسنت يا سارة، بارك الله فيك. مبسوطة يا أنسة سارة، قلت لك بلاش تعملين الشاهي، هذاك جبتي لي الكلام ووجع الراس. نورة وأنا أبوك. أمك إيش تقرب لك؟ أمي. على طاري أمي، الحق عليها يا أبو بندر، لأن خالتي أم ناصر جالسة تعطيها محاضرة مثل المحاضرة اللي شرفتوني فيها. أهلا أهلا أبو بندر، قم فك الاشتباك لا يتطور وننعفش. خلها، خل مناصر تبرد قلبي شوي. الله جاب لها وحدة توقف بحلقها مثل ما وقفت بحلقي كل هالسنين هذه كلها. يبا حاسب، هذا كلام خطير وممكن يوصل بسرعة لمبندر. لا 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 يا نورة، يرضيكي أنت حبيبة أبوكي تخليني في مواجهة مع أمك؟ أفا أخو شيخة تخاف من حرمتك؟ لا 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 لا، بس احترمها. سارة وانا عمك، صبي لي بيالة ثانية، الشاي من يدك يهبل. ابشر يا عمي، جعلها بالعافية. مش احترمها. اثقل اثقل.
اقول لك. قول. الحين هذول العمال كلهم يشترون عندك؟ ايه، وفي اثنين بعد، واحد ما جا اليوم لانه عنده مغص، والثاني راح يجيب اغراض للورشه. بصراحه انا ما كنت اتخيل الموضوع بهالشكل. ما شاء الله عليك يا بندر، ما شاء الله عليك. لا انت من متى ماخذ الورشه هذه؟ يوه، من زمان، من بعد ما تخرجت على طول اخذتها وهي خرابه، جددتها وجبت فيها عمال كويسين، وطبعا كلهم يشتغلون تحت ادارتي، ومع الوقت تطورت وصارت زي ما انتم شايفين يعني. يا اخي ما تزهق؟ ازهق؟ وش تقول انت؟ اليوم هنا يمر علي ولا احس فيه. حاليا اقول قذاره وحر وشمس وزيوت، ما شاء الله حادك يعني. بلا رجال من ظهر رجال، رجال يا رجال. هلا انت مضارب البادية انت، شيك انت؟ ما بقى الا دير القهوة وربابة وزحمة، وبعدين انت ما حد اخذ رايك اصلا. وش له ما حد ياخذ رايي؟ ها، ناقص فهم، ناقص عقل، ها، ماني مالي عينك، ها؟ لا بس اسمع انا اخوك، انت رجال قروي، فهمت؟ بس مو باي قروي، قروي محترف، فاهم يعني شلون القراوة على اصولها. زين؟ وبعدين انت لو شايف اللي انا وهالخبر شايفينه وعارفينه، ما كان نصحته يقعد فيها. خالد؟ ها ما قايل لي اني موافق وانك في صفي؟ شنو في صفك انت؟ في 3000 حنا. وبعدين تعال اقول لك شيء، يعني انا ذيك اليوم رحمتك، بغيت تبكي وحالتك حاله، وانا ما قد واسيت احد، قلت خليني اجرب اواسيك، ولا ترى الموضوع اصلا مو بعاجبني كله. شفت؟ متردد، متردد وما عنده اي كلمه يقولها. اخسر القروي، صرنا نعرف نتكلم. ها اسمع يا خالد، انا رجال، انت ترى ما احب القيل والقال. ها انا عارف ان في شوشره وفي كلام رايح جاي اني انا قروي، وترى هذه كلها اشاعه. اشاعه ولا مختبر؟ وبعدين مش الضماد؟ بلا ضماد بلا كلام فاضي. ها فهمت ولا لا؟ انا رجال، انت ترى ماني بطرم. انت بطرم؟ اقول لك يلا مشينا مشينا، خلي الرجال في ورشته ذا الحبيب، وحنا ورانا مشاوير كثيره. يلا يلا. اقول لعدف اخس، جاك العلم. جاك العلم انت، انا ادرك. اقلب له العافيه. ادرك. خالد خلوا بالكم على الطريق، ها ترى سيارتك الى الحين عندي في السمكرة. عبيد الهادي يا ابو علي صعب الحال علي، وعبيد الهادي يا ابو علي كيف الحال؟ الا ما قلت لي يا خالد التسجيل ما بدا في الجامعة، متى بنروح نسجل؟ وانت ليش مستعجل؟ التسجيل ما بدا الا من يوم واحد، وقدامك اسبوع، يعني لو تروح اخر يوم امداك على التسجيل. وليه ازنق نفسي؟ وبعدين ساره ما هي باحسن مني، من يوم سجلت في الجامعه وابوي ذابحني، ليه ما سجلت التمساح؟ ليه ما رحت الاثول؟ الا قول لي يا ناصر، ساره وش سجلت فيه؟ ادب انجليزي. ادب انجليزي؟ ليه هي شاطره في الانجليزي؟ يا رجاله ساره شاطره في كل شيء، مو في الانجليزي بس. غريبة. أو شو اللي غريب؟ لا يعني قصدي إنه سارة متربية في الديرة وما توقعت إنها. كمل يا خالد يا ولد عمي، كمل لا تستحي، ما ظنيت إنها تتعلم في أي شيء؟ لا بس مو لدرجة إنها تسجل أدب إنجليزي. أنت ما تعرف سارة يا أخوي يا خالد، سارة إذا حطت شيء في رأسها وفي دماغها ها لازم تسويه، وبعدين ترى وأنا أخوك عيال الديرة ها وبنات الديرة تراهم ما هم بالصورة الغبية اللي انت تتخيلها. لا 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 عمري ما تخيلتهم اغبياء، بس انت تعرف الوضع هناك. يا ابن الحلال الله يرحم والديك، انت بتضيع الوقت في تحليل الفرق بين المدينة والقرية. لا لا طبعا لا. هيا نحط رجلك الله على عشفه. ابشر بسعدك، هذا اللي انا ادوره. بيض الله وجهك. ايه اشهد ان لا اله الا الله. إلا ما قلتي لي بكم شريتي؟ أي معي؟ أحد. لا يا ولد. وجات بفضل. لا. طيب ليش ما خدتيني معك؟ دهو من بلدك. استني استني شوي. ريح يا ابن يحيى. مناصر. مناصر. حركتي حواسهم فبيحكوا. ما أنت شايفتني أتكلم في التليفون؟ إلا شايفتك. وبالمارية تقرقين صار لك ساعتين بالتليفون. أجل لو سمحتي وطي على صوت التلفزيون شوي. ماني موطيته، قم انتي وطيه، أنا ما أعرف حقكم هذا.
اي وبعدين اقول بندر. استني استني شوية يا منى. سمي سم الله عدوك. الا اقول ما كنا هذا الشخص يشتغل زي شغلة ولدك بندر. طيب يا منى اكلمك بعدين. مع السلامة. وصلت معي خلاص. مرت اخوك راضي ماني قادره اتحملها ولا ساعه واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ام بندر هدي البال شوي شوي. طولي بالك طولي بالك لا يطق فيك عرق. بيطق اذا مناصر جسد زود يومين بيطق ابو بندر وابصم لك بالعشر بعد. مو عرق واحد كل العروق اللي بجسمي بتطق. هونيها يا ام بندر هونيها. هانت بعدين مناصر بنت حلال ما سوت شيء. شلون ما سوت شيء؟ شلون ما سوت شيء؟ انت بتجنني. اقول لك البيت البيت عفسته فوق تحت. حتى الاكل يا ابو بندر صارت هي اللي تسويه. من زين الطبايع صارت تشمت بولدي بندر. العيب في ولدك مو في المراه. في ولدي؟ إلا في تربيتك يا أبو بندر. تربيتك أنت. لو أنك أبو زي الناس كان ما صار اللي صار البندر. لا فوق كل هذا منت قادر ترد عن تصرفاته وتكفل المزبلة اللي هو حاطها. الحقيقة أخوي أبو ناصر يقول مثل هالمسائل هذه ما تنحل بهالطريقة هذه. حم رد وقال لي بعد أبو ناصر أبو ناصر أبو ناصر أبو ناصر تراكم بتذبحوني كلكم. ما رحي لا جات الحالة ولا لا جات الحالة جات الحالة. شوي شوي هدي البال هدي البال هدي البال. شوي شوي ريلاكس ريلاكس يو شوي 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 شربي 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 هدي 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 شرب أنت شرب المويه. المحبة صرتوا تنسونا. كيفنا 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 كيف يا رجال جيب لك نعال ثانية. أنت انهبلت يا أم ناصر. لا انعل هذه عزيزة وغالية علي ولا يمتكن أفرط فيها أبد. ما حد قالك فرط فيه بس جيب وحدة ثانية. لا معليش مني أنت معليش مني. كيف كنت حر أصابعك اللي بتعور ما هي بأصابعي. الشر علي اللي قلبي عليك. لسان والم يا قرب حجتك يا ام ناصر. مره ما تعجزين ابد. اسكت يا ابو ناصر اليوم جننت ام بندر خليتها تستوي على نار هاديه. ما يحتاج تقولين يا ام ناصر ابخصش اعرف ايش زين. اجل تبيها تشوف نفسها علي واسكت. لا حشوك الا الله لا يسفهش يا ام ناصر ولا يسفهك. السلام عليكم. عليكم السلام. لا مؤدب عاد ما تبخلي هالطبع الجديد ذا
يبا الله يطول في عمرك، تو الليلة الساعة 10:30 بعد بدري. الله يرحم، الله يرحم ذيك الأيام يوم إنك تحط راسك الساعة 9. هذاك زمان وهذا زمان. بول 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 بول، هلا اللحق ذاك يصير زمان؟ توني يا ولدي الله يهديك، ما لنا إلا حول أسبوع. نويسر اسمع ليجي، شوف ترى إذا ما عقلت. أدري أدري إنك بتذبني في صندوق أول ونيت وترسلني للديرة. نويسر وش هاللهجة الجديدة؟ أرجوك يبا، هذه ما هي بلهجة جديدة، أنا رجال رجال وأعجبك وذيب ذيب يبا، ومن حقي يبا من حقي إني أقرر مصيري ومستقبلي بنفسي. شفت شفت يا أبو ناصر، أخلاق ولدك خربت والسبة خلود. أبوك يا صفي، أبو ناصر أبو ناصر أبو ناصر أبو ناصر يبا توبة يبا. أرجوك أرجوك يبا، أنا رجال كبرت كبرت يبا، المفروض إنك ما تعاملني بهالشكل وبهالأسلوب. اذكره والله اذكره والله، وصلوا على النبي، عين وصابتنا ما صلت على النبي، هذه عين شام بندر. شوف يا نويسر، شوف ترى هالحكي ذا ما يعجبني، وإذا بتستمر بهالموضوع ترى أنا أعرف أدواك. يبا الله يطول في عمرك يا يبا، أنا رجال ما قصدي عانتك ولا قصدي رفع ضغطك يبا، لكن أودي كل استقلالية مثل مثل الشباب اللي يروحون ويسهرون ويجون ما حد يسألهم وين كنتوا ومن وين جيتوا. وش أقول، شباب خايب. يا سلام، يعني أنا اللي فالح من بد الشباب واللي حولي كلهم خايبين؟ أنا رجال نبي الموبايل. أقول قوم انقلع قوم وجهك. حتى انها تطلع حلوه. انا حطيتها بطبخي. الله يهدي طبخي.